اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه في بدايته وختمه، فرزقته السر والبركة في قراءته وفهمه. اللهم افتح علينا من غيب أسرار علمك المخزونة المكنة لما تشرح به صدورنا، حتى لا تتحرك ضرات في دار الملك في الملكوت إلا أعطيتنا منها علما. يا افتح يا افتح يا افتح. ما زلنا مع قصيدة سائية الولي الشريف لشيخنا سيد محمد بن الحبيب رحمه الله، وقفنا على قوله رحمه الله: فتبدأ بالاستغفار أول وردنا، تحوز به نيلا لكل فضيلة. ومعناه ستر الله للعبد عن ذنب، فيحفظه من كل هوى وفتنة. فلا هم يبقى مع دوامك ذكره، ولا ريب في تسهيل رزقه بكثرة. أسلفنا أنه في أول الذكر إذا أرد أن يشرع في ذكر من الأذكار أن يبدأ باستعادة بالله من الشيطان الرجيم، ثم يثني بالبسملة، ثم يثلث بالحوقلة وهي قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وقلنا لما في ذلك من مزية أنه يتحصر من الشيطان الرجيم ومن مساوسه ومن نفيرته ونفخه. وبقوله بسم الله الرحمن الرحيم يستعين بالله ويسأله العون فيما هو مقبل عليه. وبقوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يتبرأ من حوله وقوته وتعالى خاصة في أعماله. فقال هنا رحمه الله: فتبدأ بالاستغفار أول وردنا. والاستغفار هو قولنا أستغفر الله، ومعنى قولنا أستغفر الله يعني نطلب المغفرة من الله، حيث يقول الإنسان أستغفر الله لأني أسأل الله تعالى المغفرة. مغفرة من ماذا؟ من ذنب، من تدخل أعمالنا من ذنب ومن تقصير. فلذلك الإنسان دائما سيقول أستغفر الله، ومعناه كما أسلفنا طلب المغفرة من الله. وطلب المغفرة من الله للمغفرة عندها نوعان: الأولى أن الله تعالى يستر ذلك الذنب عندك العبد فلا يفضحه به ولا يؤاخذه به في الدنيا، ثم يغفر له في الآخرة، يستره ويغفر له في الآخرة، ما يفضحوش في الآخرة كذلك. نعم، هذا إذا قال العبد أستغفر الله، يستغفر الله تعالى، هذا معنى هذا الاستغفار. لأن الذنوب والمعاصي إذا الإنسان أذنب ذنبا أو عصى معصية كان لها أثران في على الإنسان، أثر خاص به وأثر عام يشمله من حوله. الأثر الذي وخص به أن النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا أن الإنسان إذا ذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، إذا شي ذنب يكتب نقطة سوداء في قلبه حينئذ فعل تلك المعصية، وكتبت عنده في صحيفته سيئة. هذا آثار خاص به، وذاك العبد ديال الذنب. ثم قد يكون من آثار ذنبه ومن شؤم معصيته أنه حتى غيره منه تصيبه شيء من شؤم تلك المعصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت من ولدنا عائشة رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، حتى كثر المعاصي تجهر الناس بالمعاصي حتى صلاح الصالحين لا ينفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشكوا أن تدعوا فلا يستجاب لكم. علاش؟ لكثر يظهر المعاصي، كتظهر الفتن، ويكثر الناس المعاصي، وخا يكون أهل الصلاح وأهل الاستقامة كاينين، كان أن لا تأثير البلاش من شؤم المعاصي التي تعملها. وقد يمنع الإنسان الذنب، قد يمنعه من الرزق، وقد يمنعه من التوفيق، وقد يمنعه من استجابة الدعاء وإلى غير ذلك، وقد يمنع منه عدد الخير في النعم، قد يمنعه بسبب الذنب. بيد الله تعالى وفضل الله بالذنب، نسأل الله السلامة والعافية. فكذلك طاعة، طاعة الإنسان إذا عمل طاعة تكون هذا أثر في نفسه في قلبه، تكتب له نكتة رضا وتكتب له الحسنة، وقد يكون من ثمرة أو من بركة الطاعة أن يحفظه الله وأهله ومن حوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح داره ودويرات حوله. بصلاح ذلك الرجل يحفظ الله هو والأهل ديالو وربما حتى الجيران ديالو من بركة الطاعة يحفظ الله تعالى. وقد يكون الحفظ حتى في عقله في ابنه وولده، كما أخبرنا الله تعالى في سورة الكهف: نعم حفظ الله اليتيمين الذي يحفظ الله من كنزه المباشر
وكان أبوهما صالحا، فبحفظ صلاح أبويه أباهما حافظ الله لهما كنزهما. ولهذا كان بعض التابعين يقول لولاده لا أزيدن في صلاتي من أجلك، غنجي نكثر النوافل وجندك الله تعالى باش تحفظ الله ورايا، يعني غنخليك ورايا حفظك الله تعالى. قال فتبدا بالاستغفار اول من اول شيء، ويقول الذي استغفر الله على الشيء اللي كان شي حاجه في القلب وكان شي معصيه اللي تسمحوا اللي تمنع من الاستجابه يغفر الله للعبد. فكانما هو يستهل او شي بدا الدخول ديالو لحضره الله او مجالسه الله سبحانه وتعالى شي بداها يستغفر الله تعالى. ولله المثل الاعلى، بحال اللي عرض عليك شي واحد كقيمه اجتماعيه ولا شي واحد مهم وبغيتي تمشي عنده، اش دير المره تسمى ثلاث ايام ديالك تسمى عندك وتتهيا للذهاب عنده. فكذلك العبد اذا بدا بالاستغفار الله تعالى يقول انا جليس من ذكرني، انت جليس مع الله تعالى في مذكره وذكره، وانت فيك شيء من المعاصي ومن تخرج شيء من الذنوب، فالاولى انك تبدا بالاستغفار. فقال هذا تبدا بالاستغفار اول الاستغفار اول مردنا تحوز به ليلا لكل فضيله. الاستغفار شحال فيه من فضيله؟ فضائل كثيره، اولها ان الله تعالى يغفر الذنب، يغفره في الدنيا ولا يؤاخذ عليه بالاخره. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ان العبد شأنه ان يقر بالمعصيه باذن الله وان يعترف بذنبه ويسال الله تعالى المغفره. نعم. فالانسان كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم ان غدا يوم القيامه يسال واحد الرجل كان يحب الدنيا ولا يستغفر ثم يتوب ثم يعصي ثم يستغفر الله ثم يتوب الى غير ذلك، فيوقفه الله تعالى بين يديه يوم القيامه فيدنيه اليه، النبي صلى الله عليه وسلم فيدنيه اليه ثم يناجيه. الخلائق ما تيسمعوش شنو تيقولوا، فيقول الخلائق بيناتهم اي نبي هذا؟ اي شهيد هذا؟ اي صالح هذا؟ تيعتقدوا شنو؟ انه شي واحد من الانبياء او الصالحين او الشهداء، ان الله تعالى يخصه بالنجوى ولا يسمع الناس ما ينظر بهم الى الله سبحانه وتعالى، تيسمع الله تعالى. لكن هذا العبد شنو تيقول الله؟ يقرره بذنوبه. يقول عبدي عملت يوم كذا يوم كذا افعل يوم نعمت لك بدا تدن، وعملت النهار الفلاني النهار يوم نعمت لك بدا عملت تدن، حتى يقرره بذنوبها كلها فيظن ذاك العبد انه قد هانك. ذاك العبد تيجي مع راسه تيقول راني مشيت هاد الدنيا، فيقول الله تعالى ذاك العبد هذا من لطف الله وكرمه ورحمته، فيقول الله تعالى كعب انا سترتها عنك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. تيفضحوا شيخ قوم الخلائق، وهذا من هذا من كان يعصي ويتوب الله تعالى استر الله كان مبتلى ولا كان عليه شي حال ثم يتوب الله تعالى من جنس ربي لا يجاهر المعصيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم معافى الا المجاهرون، كل شيء عافيه الله عليه ويتوب عليه الله الا تجاهر المعصيه، يعني كانما يتحدى الله سبحانه وتعالى الله يستر ويتي في الحرس. فهذا الله تعالى يواخذ من ذاك الذنب يقول يعني سترتك وانت فضحتي راسك وجرتي بالمعصيه والجرم المعصيه فيها اولا جرأة على الله فتشجيع للغير على المعصيه. قال تحوز به ليلا لكل فضيلة وفي شحال أمور. سيدنا نوح عليه السلام لما قال لقوم كنت استغفر ربكم إنه كان غفارا ويسجل السماء عليكم مظهارا وامددكم بأموال وبنين وجعل لكم أنهارا ذلك من فضل الله وقارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لازم الاستغفار، يستغفر الله دائما، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللي جاب الاستغفار دائما يقول لي انك تستغفر الله ولو واحد 100 في النهار او 200 على قد وما يكتب الله 100 على قد استطاعتي وسعيه، لكن يعني 100 ما تاخذش واحد الوقت كثير يقول استغفر الله يستغفر الله تعالى 100 مره في اليوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كان يعد له في مجلس واحد استغفر الله وتوب اليه يعني في اليوم 100 مره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يا ايها الناس استغفروا ربكم فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره. وقل استغفر الله استغفر الله ويتوب اليه. نعم. على انت حق قلنا فيه فضائل كثيره من باب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينظر الى من اراد ان تسره صحيفته غدا من القيامه فليكثر من الاستغفار. اللي غدا بغى يوم القيامه سروا الصحيفه ويشوف شنو فيها مزيان يكثر من استغفر الله يستغفر الله تعالى. فقال رحمه الله عليه فتبدا بالاستغفار اول وردنا تحوز به ليلا لكل فضيله كاع الخير اللي وجدتي راه كاين تما. هذا كما روي في بعض الكتب ان رجلا كان بجانب الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار التابعين، فجاء واحد السيد فاشكال له انه ما عندوش اولاد، بعيد الله يجيب له ذريه صالحه، فقال استغفر الله
ثم جاء رجل فشكى لي الفقر، قال له الحال عندي ضعيف، قال الحال عندي كذا، يعني الله يعني يسر الامور ديالي، قال استغفر الله. ثم جاء رجل اخر يطلب المطر، شكى وقتين هذا، قال استغفر الله. فقال جالسه الجالس اللي معه قال له واش يعني جاك تقول له استغفر الله؟ قال له ماشي هذا قول الله، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، ويجي السماء عليكم مضرارا، ويمددكم باموال وبنين ويجعلكم انهارا، بل لا ترجون الله وقارا. هذا القحط هذا الذي نحن فيه، هذا بسبب الذنوب ديالنا، فنستغفر الله تعالى ونتوب اليه، حاشا الله تعالى ان يعذب عباده. وذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به، انما منع الناس من الزكاه الا ومنع القطر، والناس تجاهروا المعصيه الا ومنع القطر، صلى الله عليه وسلم العافيه. فقال فتبدأ بالاستغفار أولا وردنا تحوز به ليلا لكل فضيلة، ومعناه ستر الله للعبد عن ذنبه فيحفظه من كل هوم وفتنة. فإذا حافظ الله ذاك العبد على الشؤون ذاك الذنب التي كلش معه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيحفظه من كل هوم وفتنة. قال فلا هم يبقى مع دوامك ذكره، هذه اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من لازم الاستغفار، يعني كان يقول هو لازم، جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ولو حيث الاحساسي. هذا قفاد بيت المعنى ديال هذا الحديث، فلا هم يبقى مع دوامك ذكره ولا ريب في تسهيل رزق بكثرته. قال فلا ريب ان الله تعالى يسهل عليك من الارزاق، لا الحسيه ولا المعنويه، لا الناحيه المحسوسات ولا ناحيه المعاني، حتى يفتح الله تعالى العبد. فلهذا الانسان لابد ان يجعل ولو وردا في يوم كما اسلف من الاستغفار، او مره في صباح مره العشيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عن نصف الوطن السياق الكثير في الاستغفار، استغفر الله. فاذا قال استغفر الله هذا استغفر الله تعالى مع اعتقادي انه يستغفر الله من كل ذنب، حتى انت اذا كما تنتهي ذلك الورد له بغير واحد من الاستغفار، فكلما قال استغفر الله يستحضر بقلبه انه يستغفر الله من كل ذنب اذنبه منذ بدا القلم من كتبه في صحيفاته التي اللحظه يستغفر فيها الله. صحبة المعنى واستغفر الله من كل ذنب أذنبته منذ قال من في صحيفة الأخرى، واستغفر الله من كل ذنب أذنبته في سواد الليل وضياء النهار وأهل الخلل وملئ سرا وعلانية ظاهرة وباطنة، استحضرت المعنى واستغفر الله تعالى. فقولنا هذا استغفر الله صيغة من صيغ الاستغفار. ثم وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة أخرى، ويستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا الاستغفار وهو في فراشه ويناس، إلى ويناس، ويناس يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحكمة ويناس ثلاثا وغفر الذنوب وإن كان فرا يمزح، يعني يمزح مزح وغفر خطاه بغضب من الله. لكن إذا قال الاستغفار ثلاثا وهو ويناس وغفر الذنوب وإن كان مثل تاجر في البحر، فقال إنه الله سبحانه وتعالى يعني لا تضر معصيتنا ولا تنفع طاعتنا. الله تعالى يقول في واحد الحديث القدسي عبدي لو أوتيتني بقراب السماوات والأرضين ذنوبا وأتيتني لا أشرك بها شيئا ثم استغفرتني أغفر لك ولا أبالي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، غير الشرك لم يغفر الله تعالى إلا إنسان يتوب منه ويقر الله تعالى بالوحدانية. أما كاع الذنوب التي في الإنسان فتكون ما تصدوش عن الله وما يقدش من رحمة الله، يا عباد الذين صرفوا عن أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعمل الانسان يقنط رحمه الله، المدبر عند شي ذنب من الله ما يفرش، ما يمكنش ذنب من الله ما يفرش، كل الذنوب يغفر الله الا الشرك به سبحانه وتعالى. فالانسان هذا واحد المدخل كيدخل من ابليس للناس، تلقى مثلا شي واحد من الشباب اللي واحد المعصيه وعطيت الله تعالى عادي واحد مطعوت اشي يجي ابليس ديالو والشيطان يجي يقول له اذا انت كل مره تطعم استغفر الله بالله حتى توصل واحد السن معينه حتى تدخل الطريق وكنت تنجم عندك الله تعالى، لكن من يضمن له انه سيعيش ذاك العمر؟ او تيقول له عروس انت ما بقيت ما يصلح، انت لو كثرت الذنوب ما بقيتي ما صلح، دابا انت راه غادي غادي يخليك تكمل على التقريق غادي فيها. لا، الانسان لا يقنط من رحمه الله ولا يئس من رحمه الله ابدا مهما بلغت ذنوبه. وخا يذنب قالوا العلماء ديالهم قالوا خا يذنب في 70 مره يرجع 70 مره يبقى، فان الله تعالى يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. مع الانسان يجي تستعظم الذنب ديالو فرح رسول الله اوسع من ذنوبه. واحد الصحابي جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذنوباه ومصيبته وذنوباه ومصيبته، درت شي حاجه كبيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي، شحال هذا الذنب كله مغفره
الله يوسع وكبر لك الدنيا وحماتك ارجع عندي من عملي عاود لي سامحني ما تغلطش بالعمل وخايف بالعمل اذا رجع وحمات الله يجلس الله في المقام ديك الصحابه قالوا لم يدخل احد الجنه بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته ماشي محمد لاني عمل الصالح دائما يطلب رحمه الله وجودي وجه الله بيد الخالص وجه الله الكريم وهذه الصيغه الثانيه في الصفه وان يقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو نحن كل يوم واتوب اليه ثلاثا كتبوا الناس الصيغه الثالثه في الصفه اللي نستعمل باسم الوصف هو اسم في الكتب ديال السنه سيد الصفه اللهم تربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك عندي قرينه بالالف الوظيفه اللهم تربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت فلو الذي كان يشتد بما صنعت ابو لك بهمتك يعني انت تعترف الله انه الذي انعم عليك هو الذي خلقك فسواك ورزقك وسير لك وسخر لك ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي يعني ابو ان يعترف انني مذنب هذا هو الواجب على العبد ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لك في الذنوب الا قال بسم الله وسلم هذا هذا الاستغفار هذا اللي تيسموه يعني العلماء سيد الاستغفار يقول ما من عبد قال هذا الاستغفار اذا اصبح قال هذا الاستغفار ثم مات ذاك النهار غفر الله له فاذا اصبح العبد فقرا الاستغفار اللهم اغفر لي لاني انت خلقت ولا عبدك يعني موقنا بها قراها وهو موقن الامر فقال اصبح ثم جاء الظهر الاجل قبل ما يمسي غفر الله له ثم اذا ذكرها في المساء ثم قبل قبل ان يصبح غفر الله له وهذا من كرم الله هذا من كرم الله ومن رحمه الله بالعباد ديالو ان الله يقبل التوبه عن عباده واخا يسيدها هي بمجرد ما تنكسر وتيكون ندم في قلبه ويعاد من قلبه التوبه النصوحه ان الله يقبل توبته ما تيطلبش من الله بزاف غير ما يكون اعترف بالذنب ديالو ومقر بالتقصير ديالو ويقول استغفر الله وتوضع عليه فان الله سيقبل التوبه عن عباده وان الله تعالى يفرح بتوبه التائب اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد الرجل عند واحد 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 الصفا هو دي مع واحد المقال ديالو فيها شي حوايج ديالو فيها شي مسائل ديالو والمال ديالو فالموصل واحد النحل بغا يرتاح وهو في ارض فلات واحد خلا غل فوصل واحد النحل بغا يرتاح بغا يبقى فلما نعس مشات الناقه تحل هذاك الرصان ديالها ومشات ما عندهم ما ياكل ما عندهم يشرب الفليسات مشاو هي راه هلكوا بعينه شاف راسو عندهم راه هلك لها مشى واحد مدة وتيقلب عليها شبيه باش يقلب عليك الماقة ما لقاها شيء حتى يستيأس حتى كما فمشى واحد النحل وتكات ما قال حتى يجي يموت ما عندما ما قال يعني صافي الامور انقطع رجاء فاذا جيت مع واحد الحس قريب له فالتفت فاذا هي ناقته فقال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح فقال اللهم انت ربي وانا عبدك فاخطا بشدة الفرح فقال اللهم انت عبدي وانا ربك تلم شدة الفرح فقال النبي لا الله افرح بي سوبتي عبدي اكثر من فرحة هذه العبد بلقاء ناقته وان الله تعالى يقبل توبة الشاب التائب اكثر من فرح بتوبة الشاب التائب اكثر من توبة بالرجل الكهري والشيخ اذا كان هذا والسنين ديالو صافي وقضى الامور ديالو وما بقى له التورع على الله لكن ذاك التاب كما ورد عند الاحاديث القدسيه الشاب التائب عندي افضل من بعض ملائكتي علاش ان هذاك حارب الشهوات ديالو حارب المخالفات النفس ديالو حارب ثم ثم تمشي الله سبحانه وتعالى فهو عند الله تعالى في توبته الله يقبل توبه العبد على اي حال على اي حال كان عليها لكن توبه الشاب التائب عند الله افضل وارقى نعم والناس انقسموا في الاستغفار الى ثلاثه اقسام الناس في الاستغفار انقسموا ثلاثه قوم يستغفرون الله تعالى بعد الوقوع في المعصيه حتى تيدير الدم عاد يستغفر الله تعالى وهذا عامة الناس محمد ذوك العامة حتى تيدير الدم ثم يستغفر الله تعالى وقومون يستغفر الله عند جريان المعصية في خواطرهم يعني تيفكر باش يدير شي حاجة ما تيديرش ولكن تخطر شي حاجة في بالو ماشي هي هذيك تيجي الشيطان ديالو يوسوس له وجاي الناس ديالو توسوس له باش يدير واحد الفعل ثم يستغفر الله يستغفر الله قد أمر ما وقوم يستغفر الله تعالى اذا خاطر ببال غير الله تعالى تيكون شي عمل ثم تجي شي عرض من الاعراض هذا اللي قال فيه الله تعالى
قال النبي صلى الله عليه وسلم مساك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. المهم حتى يخطر بالهم حتى يدير شي طاعة تخطر بالهم لا خصو الله يعطيهم حسن بحال بعض الناس يقول نقرا القرآن باش يعطيني الله الحسنات وندير الذنب باش يعطيني الله كذا كذا. هذا الله تعالى راه ضامن عليك هذاك الأساس ولكن ما يكونش الاتجاه ديالك مع الله على هذا الأساس غادي ندير باش يعطيني يقدر يعطيك هذه ويقدر يعطيك أكثر. وخصو تقول شي ربي يعطيني 10 الحسنات يقول كل الإخلاص العنان لكن شيء إلا أراد الله تعالى باش يحاسبنا حسابا عسيرا يحاسبنا ذاك الحساب الدقيق بالعدل حتى واحد ما ينجو حتى واحد ما يمنع ولكن الله تعالى يتجاوز برحمته ورسل جليل من كرمه. فقلنا هذا قوي الصدق والله تعالى إذا خطأ بهم غير الله تسأل الله لله والأنبياء والرسل يستغفر الله تعالى شو يستقصر من أنفسهم لا يستغفرون عن ذنب الأنبياء والرسل لا يستغفرون عن ذنب معصومون عن ذنب ولكن ما عادش يستغفروا تيشوفوا رسول مقصرين على أي حال تيشوفوا خيدروا اللي داروا لا يؤدون حق الله تعالى في عبادته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد ما نزلت عليه يغفر الله لك ما تقدم بك وما تأخر فكان يقوم ليه حتى تتفطر قدمه يعني شرط تتشق القدم وتعليه رجليه. فقالت أم لبنى عائشة رضي الله عنها واش تدير شو الله قد غفر لك من ذنبك ما تأخر وما تقدم قال أفلا أكون عبدا شكورا. فعبادته ذيك شكرا لله على ما غفر له. لذلك النبي والرسل إذا سمعت النبي يستغفر أو الرسول يستغفر إنما يستغفر إنما يشهد في نفسه أنه ذاك الشيء اللي دار الخير ذاك الشيء اللي دار ديال الطاعة لا يمكن فيما أعطاه الله تعالى من نعم. فإذا كنت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب ليس يستغفر من باب آخر هذا النبي والرسل والله يجعلنا ويكون سمع القول في اللهم صل وسلم منكم صلى الله عليه وسلم الفرد والصمد الذي لم يلد يولد ولم يكن له ولا أحد يا من يحق فهو إله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بك منك إليه في كل حتى ونفس عدد ما أحاط بعينك وهنا في جمعنا هذا الجمع مبارك محمد وهو العطاء الرقنا منه سالم المسلم محصوما ولا جعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا حرما اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا فرج كرباتنا آمن روعاتنا قد حوائجنا من السلامة والراحة لقلوبنا اللهم لا تقيم قبل هذا الذنب الا غفرته ولا اهلا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريض الا شفيته ولا موتا الا عافيته ولا ذي حاجه لك فيها رضا ولا نافيا صلاح الا قريتها وارتسى ارحم الراحمين العليم. اللهم صح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وصح لنا الدنيا التي فيها معافنا وصح لنا اخرتنا التي معافنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر مولانا اياك سالنا وبيابك وقنا وجهدك تعرضنا واخفض نظام الكريم علينا ولا تخيف فيك رجعنا. اللهم انا نسالك الخير كله ما علم منه وما نعلم والعذر بك من الشر كله ما علم منه وما نعلم يا ارحم الراحمين رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن له الحق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء من الاموات المؤمنين اللهم في القلب خير العلم عليه ونصر اليه وعلى يديه. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك ولآخر أيامنا وأسعادها يوم لقائك إنك على ما تشاء قدير والإجابة جدير. اللهم اصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى